بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المواطن المصري علاء السيد شرف. قام الأستاذ صلاح هيثم الشامي رئيس مباحث اسم أول المحلة الكبرى بالتعدي على زوجتي بالضرب على وجهها ودخول غرفة أولاد البنات وهم نيام بملابس النوم، وسؤالهم عن خالهم بقسوة والتعدي عليهم بالسب، ثم أخذ ابني محمد علاء السيد شرف طالب بالثانوي لمجرد أنه يدافع عن أمه نتيجة ضربها بالأقلام على وجهها، فقامت بمسك ابنها فقال لا لن تريه طول حياتك، وقذفه للمخبرين وقاموا بالتعدي عليه وسحبوه، فما كان منها إلا أنها تمسكت بابنها فجروها على السلالم وكانت بملابس البيت فتعرى شعرها وجسدها، ثم كان هذا على المنوال حتى وصلت إلى الشارع فتمسكت بالبوكس فقذفوها من البوكس فتعرج اسمها أمام الجمهرة، وقبل ذلك قام بالتعدي على أولادي بالشتيمة والسب وكسر أبواب شقتي والتهجم على غرفة نومي. طب هم سألوك على إذن نيابة ولا حاجة؟ سألوا زوجتك عن إذن نيابة يعني قبل ما يدخلوا؟ مراتي سألتهم أنت معاك إذن نيابة؟ فراح ضربها بالأقلام الموجعة على وجهها، فما كان من ابني أنه قال له أتضرب ماما، فلم يلحق أن يحافظ على أمه فأخذوه فأخذه وقذفه للمخبرين. هم بعد كده راحوا القسم، انت عملت ايه بعد ما راح القسم؟ او انت كنت فين؟ انت بعد ما جيت مثلا؟ انا كنت في مشغلي، بنت اتصلت بيا في التليفون قالت لي الحق ماما ناس بيضربوها بالاقلام وبيشتموها وخدوا محمد معاه ويضربوه. محمد الطالب في السنة وهو طالب رايح تانية ثانوي. بعد ذلك لما جيت بالعربية بتاعتي لقيت الناس في الشارع متجمهرة وقالوا لي روح للمدعي العام أو النائب العام، فخدتها تسلسل رحت للمأمور بسأله على محمد، قال لي محمد هيثم بيه مسك، ايه اتهامه معرفش، فما كان منا إلا أننا رحنا شعبة المحلة الكبرى وكان ذلك